ويغلبون يحشرون ردفة ترونهم خاطب ثنا ظل أتى. قبل أن نعلق على كلام الناظم نريد أن نشير إلى أمر هام خاص بألفاظ المتن. اختلفت نسخ طيبة النشر المتداولة اختلافا كبيرا في الضبط، كما اختلفت الشاطبية وبصورة أقل كثيرا الدرة المضية، وهذه الخلافات في الأكثر لا تؤثر في المعنى وإنما قد تكون هناك نسخة أضبط من نسخة لأسباب كثيرة، يعني تجعل هذه النسخة أضبط من الأخرى، ولا يشترط أن يكون ذلك في كل فرد، فربما في بعض الألفاظ أو في بعض الضبط تكون نسخة أعلى، وفي بعض المواضع الأخرى تكون نسخة أعلى وهكذا. لكن الذي نريد أن ننبه عليه هو ألا يتشوش الطالب العلم بهذه الاختلافات، وأنصحه أن يقتصر على نسخة واحدة محققة في البداية، في بداية حفظه، وألا يشتغل كثيرا باختلافات النسخ، حيث إن أكثرها يعني فوق 95% لا يؤثر في المعنى، ما يؤثر في معاني الأبيات، وبالتالي الاشتغال بها يعتبر اشتغالا علميا محضا، يعني ليس له ثمرة عملية كبيرة. والاشتغال العلمي هذا مهم، لكن أهم منه في هذا المقام هو الاشتغال العملي بهذا النظم، وهو استحضاره والاستشهاد به وضبط القراءات من خلاله وهكذا. فلذلك إن أكثر الطالب من مثلا في نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كذا وفي نسخة كذا كذا، هذا يعني إذا كان في البداية تشوش عليه الحفظ كثيرا وربما لا يحفظ حفظا قويا، فلذلك ننصحه في البداية أن يقتصر على نسخة واحدة من النسخ المحققة، موجودة الحمد لله عدة نسخ محققة وبذل فيها جهد يعني كبير في تحقيقها، فيقتصر على الاختيار الذي اختاره المحقق، يقتصر على الاختيار الذي اختاره المحقق، وإن كان يضيف في الهامش يعني فوائد لخلافات النسخ فهذه تكون في مرحلة أخرى لاحقة بعد ضبط المتن ضبطا جيدا. فأما في البداية فأنا أرى أن هذا يكون فيه تشويشا ويكون فيه تشتيت، يكون فيه تشويش ويكون فيه تشتيت لانتباه القارئ وربما إضعاف لحفظه، فلذلك أنصح بالاقتصار على نسخة واحدة محققة وليس نسخة تجارية يؤتى بها لا يدرى من أين كتبت ومتى كتبت وكيف كتبت، وإنما نسخة محققة نكتفي باختيار أحد المحققين لضبط معين ونقتصر عليه، ثم بعد ذلك إن أردنا أن يعني نتوسع علميا في هذا الجانب في جانب رواية المنظومة فلا بأس أن يعني نضيف نسخ أخرى أو نعرف فروق النسخ، لكن أرى أن يكون هذا مرحلة لاحقة وألا يتشوش في البداية باختلافات فروق النسخ. مثلا هنا في بعض النسخ سيغلبون يحشرون، في بعض النسخ ويغلبون، وفي بعضها وتغلبون، ترونهم في يرونهم خاطب ثنا ظل، هذا بيت واحد
في كم خلاف، خلافات كثيرة في بيت واحد. فهل الطالب هيحفظ شيء أساسي؟ وهذه الفروق تشوش عليه، أم أنه يعني يحفظها مع الفروق؟ هذا حفظها مع الفروق هذا يعني أراه ضربا من المحال، ولن يثبت به حفظ قوي. فلذلك يقتصر على ضبط واحد لشيخ محقق، والمحققون معروفون الذين لهم نسخ محققة جيدة متداولة الحمد لله وميسورة، وميسورون الوصول إليها. فلذلك نقتصر على ضبط واحد ويكفيك في هذه المرحلة. إن أردت يا طالب العلم أن تتوسع فيما بعد وأن يعني تدرك فروق النسخ، وأن هذا عليه خط الناظم، وهذه اعتمدها فلان، وهذه في عند فلان ضبطها هكذا، ما في بأس. هذا يعني مرحلة يعني أعلى، والعلم يعني مدارج، العلم مدارج، لا يأتي في مرة واحدة يصعد الدرجة الأخيرة، وإنما يبدأ شيئا فشيئا.